الثانويه العامه تأكيد، يعني خليني أقول كل بيت مصري دلوقتي ما بيتكلمش غير على الثانوية العامة، خاصة إنه إحنا بيفصلنا عن بداية الامتحانات أو زي ما بيتقال دايما ماراثون الثانوية العامة أقل من 24 ساعة. بالتأكيد كل البيوت في مصر دلوقتي عندها إجراءات مشددة، لازم ولادهم يكونوا مستعدين لبكرة، لازم تكون أعصابهم هادية، يعني في كده بيبقى جو في البيت كده بيبقى دمه تقيل خليني أقول، لكن كمان أكيد بيبقى في قلق من طبيعة الأسئلة. كل سنة بنشوف مشاكل، لا ده بره المنهج، لا ده جه صعب قوي، لا ده جه مش عارفة إيه، يعني بتبقى الدنيا مش سلسة قوي. بس اللي يطمنا يعني ويطمن الطلبة السنة دي إن البداية كده هتكون بالمواد الغير مضافة للمجموع. طيب عايزين نعرف بقى، هل ممكن نشوف الثانويه العامه في مرحله تعليميه زيها كده زي اي مرحله تعليميه تانية زي الاعدادي الابتدائي التعليم الجامعي؟ يعني مفيش بقى حواليها كل اللغط ولا كل الرعب اللي بنعيشه كل سنه مع امتحان الثانويه العامه ده. بقى اللي هنعرفه اكتر من ضيفنا الكاتب الصحفي رفعت فياض المتخصص في شؤون التعليم. صباح الخير يا فندم، منورنا في صباح البلد، وكل سنه وحضرتك طيب. الصحه والسلام. صباح الخير. اهلا بيك. استاذ رفعت، يعني انا دلوقتي اللي قاعد بيتفرج علينا اولادنا وكده اكيد حاله القلق، والامهات والاباء، ويعني الدنيا مش سهله. صحيح احنا داخلين على عيد، لكن لا. الدنيا اللي عندهم ثانويه عامه دول اكيد مش حاسين بعيد خالص يعني. لا. طيب احنا بقى عايزين نقول لهم ونطمنهم السنه دي هتبقى عامله ازاي؟ هل عندك مؤشرات؟ شوفي حضرتك، هو لانه زي ما انتوا اشرتوا ان هو ماراثون ثانويه عامه، وما دام مرتبط بالحصول على مجموع اللي هيؤهل لدخول الجامعه، وعلى حسب اللي هيحصل عليه الطالب من مجموع هو اللي هيحدد الكليه اللي ويتمنى ان هو يلتحق بيها. هيدن ده حاله القلق والاستعداد للامتحانات دي وهذا الماراثون الطويل. ما حضرتك اشرت الى ان مفيش بيت في مصر دلوقتي الا في حاله قلق. نعم، لان اجمالي عدد طلاب الثانويه العامه هذا العام 745,000 طالب وطالبه. لو اعتبرنا ان حتى لو كل بيت فيه طالب واحد ثانويه عامه، يعني عندنا 745,000 اسره، بالاضافه الى اقاربهم واقارب اقاربهم وخلافه، فالكل مشدود لكن الميزه السنه دي يمكن هتبقى اكتر ان انا بخلي الطلبه يخشوا امتحان للمواد التي لا تضاف للمجموع لكنها شرط نجاح. شرط نجاح يعني ما ينفعش يرسب فيه خالص. لو رسب اللي هي الدين اللي هي الدين والتربيه القوميه والاقتصاد والاحصاء دي لابد ينتهي منها الاول في خلال نقول ال10 ايام الاولى قبل يوم 22 اللي هو بدايه امتحان الثانويه العامه الحقيقي اللي فيه المواد اللي تضاف للمجموع، يعني اول يوم بعد اجازه العيد بالضبط. وحرام. بس هي الميزه بقى حضرتك ليه بقى في المواد التي لا تضاف للمجموع ان هم بادئين بيها؟ اولا بتهيئ الطالب لشكل امتحان الثانويه العامه، بتعرفه شكل الاسئله، ما بيبقاش قلقان قوي زي ان هو لو ضاع منه سؤال او سؤالين ولا حاجه هيأثر عليه في المجموع العام بتاع الثانويه العامه. انت لابد تنجح في هذه الماده، لكن مهما حصلت فيها من درجات مش هتضاف للمجموع، فبيديله يعيشه في جو امتحان الثانويه العامه لحد ما نبدا يوم 22 ان شاء الله. يعني اكيد حطوا امتحانات خلاص، والامتحانات اتقررت واتحطت. هل بقى يعني الامتحانات تتحط نسبه اكبر للطالب المتوسط ولا للطالب الممتاز ولا للطالب الضعيف؟ يعني حضرتك مهم جدا دلوقتي ليه؟ لان البعض يتمنى ان تبقى اسئله امتحان الثانويه العامه او اي امتحان ايه بقى؟ الكل يجاوب عليه. يا ريت والله. لو حصل كده تبقى كارثه. ليه؟ بقول لحضرتك بكل المقاييس تبقى كارثه ومخالفه للمواصفات العالميه للورقه الامتحانيه. ليه؟ لان هفترض ان انا جبت امتحانات والكل يجاوب عليه، اذا الكل حصل على المجاميع شبه النهائيه اوزعهم يعني، وانا لازم احط حاجات بره المنهج واحط حاجات عارقه للطلاب ويغمى عليهم وينهاروا مننا في الامتحانات. انما التوزيع هنا لابد ان انا اميز ما بين الطالب المتميز والطالب الجيد جدا والطالب الجيد واخر. ايه مواصفات الورقه الامتحانيه إيه بقى؟ على مستوى العالم كله انها تتضمن ما بين 10 الى 15% من الاسئله للطالب المتميز وبقيه الاسئله للطالب المتوسط او اقل من المتوسط. تمام. ففي الحاله دي لما تيجي ليا نتيجه الثانويه العامه المفروض تبقى في شكل الهرم المعدول. يعني المتميزين قوي بيبقى عدد قليل واللي يزيدوا كلما نزلنا الى قاعده. احنا عاوزين المتميزين يبقوا العدد الاكبر عشان نبقى بلد متقدمه. بس عارفه يعني هادي، يعني ما اعرفش اذا كنت توافقني ولا لا يا استاذ رفعت، لا فاكره السنه اللي هي كانت المجاميع المضافه كنا بنسمع 105%، وده ما كانش صح برضه يعني، ما كانش حد بيجيب يعني كانت ارقام غريبه جدا، وتلاقيه مثلا دخل طب ولا دخل هندسه ولا دخل ده وبعدين ما نجحش بعد كده. بس بقى لنا كتير يا رشا نشوف الحاجات دي ولا تسعينات حتى يعني بقى فين وفينا لما نسمع 90% دي. من السنة اللي قبل اللي فاتت والسنة اللي فاتت بدأت المجاميع تعود إلى أقرب إلى الشكل الطبيعي بتاع مجاميع الثانوية العامة، لأن هي العملية مش المعيار، مش المجاميع الفلكية، إنما يلاقي طالب جايب مثلا بالنظام المجاميع الفلكية السابقة يعني جايب 98.5 ولم يتمكن من دخول كلية الطب لأن الحد الأدنى لدخول قطاع الطب أكتر من 98.5. أنا هقول لابني أنت ما ذاكرتش، أنت خايب، أنت ما جبتش مجموع عالي، زائد بيصيبوا بالإحباط لأن هذه المجاميع الغير حقيقية بتعطي انطباع كاذب للطالب ان هو عبقري، ان هو جايب مجاميع متفوقه، ازاي ما يخشش الطب وهو جايب 98 ولا 98.5 ولا. وعشان كده ما تبقى المجاميع في رنجها الطبيعي العادي وماشيه مع نظام الهرم المعدول، اعتقد بيبقى فيه تقبل للنتائج بتاعتنا. طيب استاذ رفعت، يعني انا دلوقتي عايزه اسال على بنك الاسئله. نعم. وبنك الاسئله ده ابتدى يطرح بشكل كبير وده اول سنه السنه دي. طيب ادينا فكره عنه. شوفي حضرتك السنوات الماضيه احنا يعني كوزاره بتيجي تكلف مستشار ماده اللغه العربيه مثلا يحط امتحان اللغه العربيه، استشار ماده الرياضيات او الجبر او الهندسه او ايا كان. السنه دي أنا عامل بنك أسئلة فيه آلاف الأسئلة في المقرر. آلاف الأسئلة. من يضع الأسئلة؟ هم المستشارين، بس أنا مثلا لما يكون عندي في المادة الواحدة 500 سؤال أو 700 سؤال، وبالتالي أجي آخد من بنك الأسئلة دي عدد معين من الأسئلة اللي تتناسب مع الوقت بتاع الطالب، وبيبقى من خلال برمجة ان يكون 10% الى 15 فيها من الاسئلة اللي هي للطالب المتميز والباقي للطالب ده. فيبدا البرنامج يديني البرنامج الأسئلة. مش اشخاص خالص. ما هي دي مهمة، مفيش تدخل بشري يعني معاك خالص. فده فكرة كلمة بنك اسئلة، بنك وفيه كم كبير جدا. طب هل هذا البنك الاسئلة متاح للطلبة؟ لا، ما هو انا برضو يعني انا ممكن ابقى طالب شاطر لو انا عندي زي بنك المعرفه مثلا بفتح في اي وقت وبقدر اجيب. اصل ده بنك الاسئله دي الوزاره اللي حطاه وهتبدا تاخد منه، هيسلكت كده بعض يعني مش متاح للطالب ان هو يقرا الاسئله اللي موجوده في البنك في كل ماده من. طب استاذ رفعت، ايه هي الحصه الالكترونيه؟ سمعنا عنها، وهل متواجده في كل اللجان ولا لا؟ في جميع اللجان على مستوى الجمهوريه. ايه هي بقى عشان برضه الناس تعرف؟ هي عصا الكترونيه حساسه لاي جسم معدني يحمله الطالب، وخاصه اجهزه المحمول او الساعات الذكيه او خلافه بتاع. وانا داخل كطالب اللجنه او بباب المدرسه يعني بيمر على جسم الطالب او الطالبه بالعصا الالكترونيه زي المطارات بقى، زي المطار، زي المول. فاذا اكتشف ان معاه المحمول بياخد منه المحمول وكده. لكن طب بتكشف برضه السمارت واتش بالظبط. اذا تمكن الطالب بالمخالفه لادخال جهاز محمول معاه في اللجنه اثناء الامتحان، اللي معاه العصا الالكترونيه دي بيمر داخل اللجان ليعمل تشيك مره اخرى مرة ثانية أو تالة أثناء الامتحان يرجعوا للبرشام فإذا ما هو ده الحل يعني اللي عايز يغش هيكتب براشيم تاني. لا لا هقول لحضرتك مش ما عادتش هيعملوا إيه بقى طيب مع ضبط الطالب إذا ضبط الطالب معاه جهاز محمول هنا بالمخالفة بيحال إلى التحقيق حتى ولو لم يستفد بجهاز المحمول لأن هنا أصبح جريمة الشروع في الغش يعني هو لسه ما استخدموش انما ضبط معاه. لكن السنه دي لاول مره السنه دي لاول مره سواء ضبط معاه جهاز محمول ولم يستخدمه او جه صور ورقه وبعتها للخارج عشان لحد يستقبلها الكترونيا وعشان يتلقى الاجابه من خلال سماعات البلوتوث هيتم ضبطه بعد 10 دقائق حتى لو كان موقعه في أقصى مكان في جمهورية العربية. سامعين يا أولاد والنبي ما حد يعمل كده خالص. لأن على كل ورقة فيها باركود في رقم سري فعندما يرسل أي إشارة من أي لجنة تلتقط من خلال اللجان الإلكترونية المشكلة من وزارة الاتصالات مع وزارة التربية والتعليم ويتم ضبط الطالب. في السنوات الماضية كنت بوقفه من استكمال الامتحان وأحيله للتحقيق. السنة دي الدكتور رضا حجازي قال لا يكمل الامتحان بتاعه عادي ويحال الى التحقيق. والله اذا ثبت ادانته بيحرم من امتحان الثانويه العامه سنه او سنتين على حسب درجه الاستفاده. انا لسه قاريه الخبر ده اصلا. بالضبط. طب ولا يحال الى النيابه العامه كان مجرد يحال الى النيابه العامه فورا. دلوقتي لا أجلوا موضوع النيابة العامة لحد نهاية الامتحان. فإذا أقر المحقق في وزارة التربية والتعليم أن يحال النيابة يحال ما أقرش ما يحالش. طب لو ضبط طالب مكان طالب ده اللي يتحل على النيابة العامة زي الواقعة اللي حصلت في الجامعة قريب بالظبط ده يحال إلى النيابة العامة صحيح. فورا دون الانتظار. أستاذ رفعت اوعدنا إن احنا خلال بعد العيد خلال بقى الامتحانات لما تبتدي إن احنا تبقى معانا تاني ونتكلم بقى عن سير الامتحانات عن سير الامتحانات ماشية ازاي إن شاء الله بإذن الله. احنا بنشكر الكاتب الصحفي أستاذ رفعت فياض والمتخصص في شؤون التعليم. شكرا يا فندم. شكرا الله. تعالي نطلع لفاصل وبعد الفاصل لسه عندنا فقرات تانية كتير انتظرونا.